فما حاجة اللي ديما نحكيها وديما نقولها، إذا تحب توري كورة مزيانة وتفرج في كورة وتخلي العباد اللي تتفرج شيخة وعاملة كيف على الماتش، راو لازم تكون قادر ضد أي منافس من ناحية وفي أي تيران من ناحية أخرى. وليريت اليوم عكس الكلام نحكي فيه طول، لأنه ماتش اليوم النجم نلخصه في جملة بركة، إن النفس أغلاط تخاطر تتعاود وما نتعلموش من الأغلاط متاعنا، ونزيد نمشي معك لبيت أكثر. اللي حس بعلمي وكان ما نيش غالط، ظهر جلال قادري عاش نفس التجربة مع المدرب منذر كبير، لكن أنا اللي ريته اللي الوجوه تتبدل لكن الأفكار هي بيت من الأخر. نفس الأغلاط اللي صاروا اليوم وهما بيتهم صاروا قبل مع منذر كبير، شيء ما تبدل، نفس اللعبة ونفس الأفكار ونفس السيستيم ونفس كل شيء. اللي بيسترى طول السيستيم موضوع السيستيم تاع اللعب، ما تلعبليش بربع القدام وخمسة القدام وستة القدام إذا فماش أنيماسيون أوفنسيف، راك ما عندك وين توصل. راهو السيستيم يظهر في حاجة بركة، والناس الكل تعرف في الكورة العصرية السيستيم تاع اللعب اللي تبدأ بيه يظهر في نقطة بركة اللي هو من الناحية الدفاعية، لكن كان باش نحكيه من الناحية الهجومية السيستيم راهو يتبدل ألف مرة في مرة. لكن اللي ريتو ماتش اليوم عكس اللي نحكي فيه تو، اللي ريتو ماتش اليوم مريت فقر كبير ياسر من ناحية تخمم اللعب، من ناحية الكرياتيفيتي تاع اللعب، من ناحية اللي تحب عليه انت. راهو اليوم راهو نشوف انا كيفاش نلعبو، اوكي تقولي سيستيم 4-3-3 يحسرك باللعب هذاك، لكن نفس السيستيم عنده حاجتين يا في الماتش نتاعك باش تخلي المواجهه نتاعك ماتش كامل باش يعديه من وسط تيران لاخر تيران وانت جري جري جري، وانا سامع عندي هذيك ماهيش لعبه وماهيش كوره، يا باش تخلي لعبات الوسط يطلعوا نتاعك وكيك تخلي مساحات للمنافس اللي ضدك. لكن احنا كتوانسه معروفين المدربين نتاعنا يحب يتخوب شويه حب يلقى الحل، هاكا خلى ملاعبي يطلع وخلى ملاعبي الاخر يدافع، وحتى كي قدمت مجبري وخليته هو يقدم ورجعت بن سليمان بدور دفاعي، جبالي قاد عنده نفس الدور اللي حكيتك عليه بكري، انه يجري ماتش كامل من اول تيران لاخر تيران وكمل الوسط للاخر باش ياخذ كوره ولا باش يسنتر ولا باش يربح كوره والا اللي هو. وانا نقول لك ونعاود نقول لك وحاطط قال تقبل الحكايه هذه اللي راهي ذيك ماهيش كوره وماهوش لاعب بقيمه المنتخب التونسي وبالملاعبيه اللي موجودين في المنتخب التونسي. قولي انت تلك حدود الله وذاك هو الناخب الوطني ليه عاد؟ نحكيه على ناخب وطني قاعد يحضر ماتشوات عنده مده، ورانا نحكيه على زوز ماتشوات بعد فتره كبيره. اذا انت تدخل الماتش هذا ما عرفنيش كيفاش ندخلوا له، ما عرفنيش كيفاش نحضروا له في 6 شهور ولا 5 شهور والا اللي هو، إذا كيك عاد على الدنيا السلام وراه ما اقوى من نحكي فيه توا. على خاطر هذاك كما نقولوا الحلقه الاولى وذيل مازلنا ما وصلناش لواش خسرنا الماتش هذايا، ما اقوى من نحكي فيه توا. تعدي تو الخطوه القدام سيستم تعديناه وفسرت الانيماسيون ماهيش موجوده قلنا تتعدى، لكن انا في حاجه نحب نفهمها مانيش وسط مصيبه بعثت القائمه ما عادش نجم نزيد حتى ملاعبي وما عادش نجم تنقص حتى ملاعبي. انا في حاجه نحب نفهمها، اذا انت تحب تبدل مركز لاعب في مركز اخر انا حاجه برك نفهم الحاجه هذه، انت ما عندكش كما نقولوا ملاعب معين في البوست هذاك. سامحني انا قديت القائمه الى متى باش نقولوا كل مره رجع محمد علي برمضان من لاعب وسط نحطوه لاعب جناح مشي معايا في ماتش مشي معايا في زوز، اما راهو مش ديما يمشي معايا، لانه اليوم كي بتحكيو كواقع نحكيو كصراحه ونحكيو لي فما راهو عندك ملاعبي اخرين على البنك اللي يلعبوا كاجنحه واللي انت ما لعبتهمش ورجعت ملاعب في الوسط ولعبته كجناح، وكيف نحكيو ندخلوا اكثر القدام ونحكيو لي فما واللي موجود وما غير ما نخبيو شيء. انا كيفاش نقرر محمد علي برمضان بلاعب جناح بعيد برشا اللاعب من الاخر الملاعبي لي روبير نتاعو تاع ملاعب وسط موش تاع لاعب عنده بروفيل نتاع لاعب جناح. هذاك علاش قلت لك نفس الغلطه اللي قام بها الناخب الوطني القديم منذر كبير هما بيتهم قاعد يعاود فيهم جلال قادر كانوا الوجوه تتبدل، لكن الغلط هي بيده. يلا برا قلنا مثال سوك لعب محمد علي برمضان كجناح وبدا الماتش وبدا الشيء يخرج وبدا الشيء يظهر وبدينا نشوفه في كل شيء الا كور، والمستوى اليوم اقل حاجه نجم نقولوا عليه اللي راهو مستوى حسن بالملاعبين اللي موجودين بالامكانيات اللي موجوده وباللي تحب عليه انت. اذا الناخب الوطني حضر الماتش نتاعو بالكيفيه هذه تقول انت مش قاعدين نعم ما تحسنناش ما تطورناش ما قدمناش، بقينا نعاودوا في نفس الاغلاط كاين ابوك اللي عرفت كلي نمشيو ونرجعوا لنفس النقطه، ما نتبادلوش وما نتحسنوش وما نقدموش. وراني نقول في كلام هذايا على خاطر الشوط الاول ما نكذبش عليكم، الشوط الاول جاني النوم من عمل راه قريب نرقد
راني نفرج ضربه منها ضربه منها، مانيش مركز مع الماتش، مانيش شيخ على الماتش، قاعد نفرج شي ماتش اقل حاجه نجم نقول عليها نتاع الدرجه الثانيه في تونس ولا الدرجه الثالثه في تونس. وراو كلامي هذا ماهوش موجه للاعبين، بالعكس اللاعبين ما نجمش نرمي عليهم اللوم. واللي فما من لاعبين غاضتني كيفاش اول ماتش ليهم انهم يعيشوا تجربه كيما كي، لانه اللاعب هذا فقير برشا، واللاعب هذا تاع تلعب وكيكا تاع دز تخطف، تاع كان ماركينا ماركينا، كان ما ماركيناش مرة جاي عاود هي بيدا، حاول هكاكا ملاعبي من اللاعبية اللي عندي القدام يعملش هكاكا كيما نقولو مجهود فردي، يجيب لي بينالتي ولا كوفرون ولا يجيب لي كورة يجيب لي اسيست ولا إلى متى؟ عملنا مزد ليبيا هذا مزد نعرفش أنا بوتسوانا ضد تلا شكون، لكن ضد منتخبات كبيرة تتخلص كاش تي ما عندك وين توصل. تحب نحكي معك هكا لذاك علاش نحن توا لوبجيكتيف نتاعنا مع الناخب الوطني انا نوصلوا دومي فينال كاس افريقيا، اللي يوريك قداش احلامنا محدوده على الاخر، واللي يوريك زادة اللي كل ما نعمل تنقل لبرا اللي سمحني نحب نرجع، اللي كل تنقل لبرا لازم نطيحوا اللاعب نقتلوا اللاعب ونخموا ان نسكروا اللاعب وندافعوا ونعملوا ونكسروا ريتم اللاعب، المهم في عطينا نخرجوا باقل اضرار ممكنه. يسامحني اذا كل مناسبه تلعبها لبرا بتلعب هكايا، ياك بتلعب كاس افريقيا في كوت ديفوار معناها باش تقعد كل ماتش تلعب للتالي 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 للتالي، تقبل في اللاعب تقبل في اللاعب تقبل في اللاعب وما تعرفش على اللي ضدك وقتاش يماركيلك، تخلي روحك في الريسك، ترضى روحك تخلي في روحك في الريسك 90 دقيقه غير انك باش تخرج باقل اضرار ممكنه. يا عبد ربي حياتي اللي نحكيه على واقع، نحكيه على كرة تونسية تعيش على نفس 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 السيستم ونفس كل شيء ونفس الأفكار، تقول أخي إحنا شيء نقصنا على الكرة الأوروبية، شيء نقصنا على المنتخبات الأخرى. على الكرة الأوروبية مش نحكي على المنتخبات الكبار، حتى من المنتخبات المتوسطة تلعب خير منا وتفرش الكرة خير منا. أما إحنا شنو؟ شوف أنت المدرسة اللي خرج منها وتكون منها، شوف كون اللي كون المدرب هذا، طب تقول آه فهمت الحكاية الكل. وقت اللي تلقى انت عبيد لا علينا مع التشهيد من عام 70 وتلقاهم التو مازالوا يختموا بها، معلم تقول عادي هي عاد كنت تحب عاد ما كورتها ما تكون شكية. وقت اللي انت تشوف انشيلوتي عاملوه مع الريال صاروا مشكلة صغيرة، انه خاطر شهيده قديمة ولازم يجدد شهيده ويعاود يقرأ ويعاود يعدي ويعاود يعمل كل شيء ويعاود يطور. شوف انت مدربين في اوروبا بصفة عامة اللي كل عام تلقاه يلعبوا بسيستم وكل عام تلقاه يلعبوا بطريقة لعب معينة، واحنا نفس اللعبة. راهو يجيب اغلب مدربين الدوري التونسي واغلب مدربين التوانسة راهم يلعبوا بنفس السيستم هذاك، علاش على قد ماني باش نلوم على قد ماني باش نقول كيفاش شنو يتعلم كيفاش تخرج كيفاش تخرج ديبلوم وكيفاش وكيفاش ونفهم من بعد اللي هذيك حدود الله. ذاك علاش كان باش نجاوبو على علاش المنتخب التونسي خسر الماتش هذا ضد غينيا الاستوائية، حاجتي لعبنا فقير برشا ولعبنا ياسر استاتيك وياسر واضح وياسر مفهوم، ومن ناحية أخرى إنه السيستم اللي نتعتمدو فيه ولا الأفكار تاع الناخب الوطني ما عندها وين توصل، ما عندها وين تربح، ما عندك من تقدم به. ورا كاس افريقيا راه مش غينيا الاستوائية وبوتسوانا وليبيا اللي بتلقى منتخبات اخرى اللي حاضرة وانت وياها فرد ميزان نجم نقول، وتقوليش انت على ورق انا اقوى، ليه نفس الروح ونفس الجريدة، بالعكس منتخبات جاية كيما نقول باش تنور بلادها وتحب تعطي 100% وتحب تفرج وتحب تحب تجيب ماتشواتها عكس اللي ريتو اليوم. ونكمل كلامي على اجابته علاش خسر الماتش هذايا، ما عرفناش كيفاش نجريو الماتش نتاعنا، ما عرفناش كيفاش نتعاون مع الماتش هذايا. دخلنا فكرة انه نحاول كل مرة نقبل اللعب ونحاول نهزم، نحاول نعمل هجمة معاكسة ما نركيش منها بونتو، وإلا أحسن حاجة اللي هي نخرج بتعادل. اللي راهو ظهر لي ماليش نلعب وحدنا، واللي راهو ظهر لي تحكيم في افريقيا من عالم آخر جملة واحدة، واللي ظهر لي كريتو انتي بيلانتي في آخر وقت اللي ترى الخسارة هذه انت راش كان الغلطة على الحكم ولا تزة على الحكم مع الفريق غيني استوائية، ليه بالعكس هذا كله يرجع على لعبنا نحن. كنا نجم نقتلو الماتش، كنا نجم نربحو الماتش، كنا نجم ما فيه الماتش، لكن احنا بيدينا نحن ما نحكي على ستاف ما حبش يعمل هذا الكل، حب الاخر يخرج الماتش باقل اضرار ممكنة. هذه هي الحكاية وهذه هي نفس الاغلاط اللي تعاودت مع المدرب القديم
مدرك بيروت عاودت هي بيدها توا مع جلال قادري. يلا غير هذا ما عندي ما زيد نحكي لك اللي فما كل حكيته لك، ويلا ملتقانا في الحلقة الجاية اللي بتكون على الأرجح ماتش تونس وجزائر، واللي ربي يستر على اللي ديته اليوم. يلا في الأمان.